الرحيم وبه نستعين، اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أبنائنا الأماجد في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية قسم الإعلام بجامعة سلطان قابوس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم في هذه المحاضرة الثالثة ضمن مقرر محاضرات أخلاقيات العمل الإعلامي والقانون، والتي ستكون بعنوان القانون وأنواعه ومصادره. بداية، ما هو المعنى الواسع للقانون؟ القانون هو مجموعة القواعد، كما تكلمنا، مجموعة القواعد العامة التي توجه سلوك الأفراد في المجتمع، وهذه القواعد قد تكون صادرة عن الدولة في صورة تشريعات، أو صادرة عن الدين أيضا في صورة تشريعات دينية، أو صادرة عن العادة والتقليد كالعرف. وأيا كان مصدر القاعدة القانونية فهي تعني توجيه سلوك الأفراد على نحو ملزم يقيد حريتهم. المعنى الضيق للقانون هو أحيانا يفهم القانون بمعنى والاصطلاح على نحو ضيق، وذلك بأنه مجموعة القواعد التشريعية التي تصدر عن السلطة العامة في المجتمع، وهي على ثلاث أنواع: التشريع الأساسي وهو الدستور والقوانين الأساسية الصادرة عن السلطة التأسيسية في المجتمع أو السلطة التشريعية، التشريع العادي مثل قانون المعاملات المدنية وقانون العقوبات وغيره من التشريعات التي تصدر عن السلطة القضائية، التشريع الفرعي مثل لوائح التنفيذ ولوائح التنظيم ولوائح الضبط ويصدر عن السلطة التنفيذية في الدولة، وكل تشريع يتكون من مجموعة قواعد. إذا القانون في اللغة هو القانون لغة هو مقياس كل شيء، وهي كلمة معربة، قيل أن أصلها رومي وقيل أن أصلها فارسي. وكلمة قانون من أصل يوناني وتعني الشيء المستقيم، أو تعني المعيار، أو تعني القاعدة. وقد انتقل اللفظ إلى العربية وأخذ معنى المقياس، القاعدة، النظام. وأيضا من الناحية اللغوية يرجع أصل كلمة قانون إلى اللغة اليونانية، فهي مأخوذة من الكلمة اليونانية كانون، ومعناها الأصل، أصل مستقيمة أو المسطرة. وكانت تستخدم مجازا لدلالة على النظام أو المبدأ أو الاستقامة في القواعد القانونية، ثم انتقلت من اليونانية إلى الفارسية باللفظ نفسه كانون، بمعنى أصل كل شيء وقياسه. ثم عربت عن الفارسية تأخذ أحد المعنيين، الأصل أو الاستقامة، يقول ابن منظور: قانون كل شيء طريقه ومقياسه. هذا من الناحية اللغوية. من الناحية الصلاحية، القانون يعني مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في مجتمع ما، وتقرينها بجزاء يقع جبرا على من يخالف هذه القواعد. إذا لماذا القانون؟ ضرورة استجابتها طبيعة الإنسان المدني، لأنه لا يستطيع العيش منفردا أو بمعزل عن أبناء جنسي، بل يحتاج دائما أن يكون ضمن جماعة. 2، أن الإنسان أناني بطبعه، وبالتالي يحاول دائما الإيثار بأكبر قدر ممكن من خيرات المجتمع والحصول على أكبر قدر من السلطة، وهذا تصرف كثير ما يؤدي إلى تضارب المصالح بين أفراد المجتمع الواحد. أيضا قيام النزاعات استوجب إيجاد قواعد قانونية ملزمة تنظيم المصالح المضاربة ومنع قيام النزاعات أو تسويتها في حالة. إذا هناك ما يسمى أيضا بالتشريع، يقول لك هذا تشريع وهذا قانون. طبعا التشريع جزء من القانون، والقانون هو الكل والتشريع جزء منه. التشريع هو لفظ عربي أصيل، وليس دل على ذلك من ورود الجذر اللغوي له في القرآن 5 مرات، تعدد المعاني اللغوية لهذا الجذر اللغوي، لكن خلاصة القول أن التشريع مصدر للفعل شرع، مأخوذ من الشريعة، والشريعة في اللغة تطلق على معنيين، إحداهما مورد الماء الجاري الذي يقصد للشرب، والثاني الطريقة المستقيمة. إذن التشريع هو أيضا يقصد به سن القواعد القانونية في صورة مكتوبة لمعرفة السلطة عامة في الدولة مختصة بوضعه. كما يطلق مصطلح التشريع على المصدر أو القاعدة التي تخرج من هذا المصدر، ويطلق مصطلح التشريع على معنيين: فعل الدولة، أي قيام السلطة المختصة بالدولة بوضع القواعد العامة الملزمة المنظمة للسلوك، أو نتائج فعل الدولة، أي القاعدة القانونية ذاتها تصدر عن السلطة المختصة. مسمى التشريع تضمن نوعين، تتضمن التشريع العادي، وتسمى أيضا تضمن القانون. يعني ممكن نقول تشريع قانوني، ممكن نقول تشريع برضو منه تشريع. التشريع العادي هو يقصد به
كل ما يصدر عن السلطة التشريعية من قواعد عامة تنظم العلاقات العادية بين الأفراد في المجتمع، وذلك تمييزا له عن التشريع الأساسي الذي ينظم البنية الأساسية للمجتمع، نظام الحكم في الدولة، السلطات العامة فيها، الحقوق والحريات، وتمييزا له أيضا عن التشريع الفرعي اللي هي اللوائح. طبعا التشريع الأساسي هو الدستور، والتشريع الفرعي هي اللوائح والقوانين الفرعية. القانون، القانون طبعا وهذه تسمية من قبيل إطلاق اسم الكل على الجزء. القانون يشمل التشريع ويشمل كذلك مبادئ الشرع وقواعد العرف. والتشريع وفق هذا المعنى له ثلاث خصائص، والأول الأولي تتمثل في وجوب صدوره في صورة نصوص مكتوبة، والثانية في كونه صادرا عن سلطة عامة مختصة بوضعه، والثالثة أن القاعدة التي مصدرها التشريع تتوفر بشأن خصائص القاعدة القانونية، لا سيما خاصية التجريد التي تؤدي إلى عموم تطبيق القاعدة القانونية. ما هي مزايا التشريع؟ للتشريع مزايا متعددة هامة، سهولة وضعه وتعديل الغاية، وسهولة الرجوع إليه فضلا عما يؤدي إليه من توحيد النظام القانوني في الدولة وتحديده وتطوير المجتمع. ويعتبر التشريع أيضا أهم المصادر الرسمية للقانون في الدولة الحديثة، إذ أن أغلب القواعد القانونية مصدرها التشريع والدين والعرف والفقه والقضاء ومبادئ العدالة الطبيعية. القانون والتشريع أوجه الاختلاف، طبعا هما الاثنين أوجه شبه كثير بينهم، لكن أوجه الاختلاف كل تشريع قانون، ولكن ليس كل قانون تشريع، بمعنى جزء من كل. بالنسبة للفروقات الثانية من ناحية العمومية، القانون عام ممتاز بالشمول، فهو كل ما يحكم به القادم تشريع أو شريعة أو عرف أو قاعدة من قواعد العدالة أو السائد القضائية. أما التشريع فهو خاص، تشريع جزء من القوانين التي يحكم بها القاضي. مصدر القانون مصدر العرف والدين أو السائد القضائية، أما التشريع مصدر السلطة التشريعية المختصة. سامح، القانون أحيانا لا يصدر في صورة مكتوبة، أحيانا طبعا التشريع يصدر في صورة مكتوبة، فإن لم يصدر بصورة مكتوبة لا يعد تشريعا. ايضا القانون لا يمر بمراحل الشكليه التي حتى النشر في الجريده الرسميه، يعني ممكن يبدا من غير ان يكون هناك مراحل شكليه بالنسبه له، لكن التشريع لازم يمر بالمراحل الشكليه حتى النشر في الجريده الرسميه. ايضا كلمه القانون تستخدم في غير المجال القانوني، اذ درجه استخدامها تبدا بمعنى اصل الشيء او المنهج الذي يسير بحسبه او النظام، تكون متكرره على وتيره واحده فتصبح خاضعه لنظام ثابت. في غير قانون الجاذبيه، قانون العرض والطلب، وفي قانون الجذب. لكن بالنسبة للتشريع لا صح أن نقول تشريع الجاذبية أو تشريع العرض والطلب، لا بد أن نقول قانون الجاذبية مجازا، وقانون العرض والطلب مجازا، وقانون الجذب أيضا attractive law مجازا. طيب ما هي التشريعات الإعلامية؟ التشريعات الإعلامية طبعا جزء من التشريع أو جزء من القانون. التشريع هو مجموعة القوانين والنصوص التي تصدرها الجهة المحافظة دستوريا لتنظيم المجتمع ككل أو جزء منه. إذا التشريعات الإعلامية ممكن نعرفها بأنها القواعد والنصوص التي تصدرها جهة محولة لها دستورية محولة دستوريا محولة دستوريا لتنظيم القطاع الإعلامي في أي قطر من الأقطار. التشريعات الإعلامية هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم تداول المعلومة في الفضاء العمومي، لذا من مصادر المعلومة وطبيعتها والوسائل الإعلامية القديمة منها والحديثة والمتلقين، وبالتالي فهذه النصوص تتعلق بعدد من العناصر من مصدر الجمهور للوسيلة وغيرها. التشريعات الإعلامية يمكن تتضمن تشريعات إعلامية القوانين التالية: واحد، قوانين تتناول المصدر، قوانين الشيف وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها. إذا قوانين متعلقة بوسائل الإعلام كالقانون التجاري كما هو الحال بالنسبة للسودان. قوانين تتعلق بتوعية الرسالة مثل قانون الإعلان، قانون لسبر الآراء، قوانين متعلقة بالملكية الفكرية. أربعة، قوانين تتعلق بممارسي المهنة مثل القانون الأساسي الخاص بممارسي مهنة الإعلام أو الصحفيين أو قانون العمل أو المراسيم المحدودة للحقوق وواجبات الصحفي. إذا هناك من يرى ضرورة تضاف مواثيق الشرف الصحفية أو أخلاقيات المهنة الإعلامية خصوصا القانونية، لكون من يصدرها هي جهة محولة دستورية، فغالبا تصدرها جهة تشريعية مثل نقابات أو جمعيات الصحفيين. إذا خصائص القاعدة القانونية، القاعدة القانونية هي الوحدة أو الخلية التي يتكون منها القانون. والقانون في مجمله هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم، والتي تفرض على مخالفها جزاء توقيع السلطة العامة
القانون بهذا المعنى ليس إلا مجموعة من القواعد، فالقاعدة هي الوحدة أو الخلية تكون منها القانون. والقاعدة القانونية عدة خصائص، منها أنها قاعدة سلوكية، وأنها قاعدة عامة ومجردة، وأنها قاعدة اجتماعية، وأنها قاعدة ملزمة ومقترنة بها. إذن 4 خصائص: الخاصية الأولى أنها قاعدة سلوكية، 2 قاعدة عامة ومجردة، 3 قاعدة اجتماعية، 4 قاعدة ملزمة ومقترنة الخصائص. خاصية الأولى أنها قاعدة سلوكية، إن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم السلوك، وهي قاعدة تقويمية يراد بها توجيه السلوك في وجهة معينة. وهذا التوجيه قد يكون بطريقة مباشرة عندما تتضمن القاعدة أمرا أو نهيا، كما قد يكون توجيه السلوك بطريقة غير مباشرة حيث تضمن القاعدة تعريفا أو تنظيما فيكون التزام بها بمطابقة السلوك لأحكام هذا التنظيم. أيضا القاعدة، خاصية القاعدة أنها قاعدة عامة مجردة، بيقصد بعموم القاعدة القانونية أن تكون القاعدة غير مخصصة فيما تضعه من أحكام شخص أو أشخاص معينين. يقصد تجديد أن خطاب القاعدة القانونية لا يوجه إلى شخص بعينه أو واقع بذاتها، إنما العبرة فيه تكون بعموم الصفة، ويتحقق بشأنها شروط بحيث تنطبق على كل واقع وعلى كل شخص. واحدة من خصائص القاعدة أنها قاعدة اجتماعية، بمعنى أن الحاجة إلى قواعد القانون لا تصل إلا مع قيام الجماعة. تظهر الحاجة إلى تنظيم علاقات أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض، فالحياة الاجتماعية تقتضي ضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الجانب الفرد والجانب الاجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعة. وهذا دور القاعدة القانونية. القاعدة القانونية وفق هذا المعنى هي قاعدة اجتماعية، فيجب أن تتواءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته. فإذا انحرفت القاعدة عن هذه الأسس ولم تراعي المسألة العليا لذلك المجتمع، قدر لها أن تفشل في حكم وتوجيه سلوك أفراد الجماعة. 4 القاعدة إنها قاعدة ملزمة ومقترنة بالجزاء. طبعا ده واضح، يقصد بذلك أن القاعدة القانونية جزاء ماديا يفرض على من يخالفها أو على مخالفها. تولى توقيع السلطة العامة ومورد ذلك هو القايم من القاعدة ذاتها. القانون يهدف إلى إقامة النظام في المجتمع وحكم سلوك أفراده، وهو ما لا يتأتى إن ترك أمر الانصياع إلى حكمه لتقدير المخاطب بأحكامه، بل إن قواعد القانون هي قواعد إجبارية من شأن مخالفتها ترتيب الجزاء. والحكمة من الإلزام لأن قرض القاعدة القانونية هو ضبط سلوك الأفراد، وهذا القرض لا يتحقق إلا إذا كانت القاعدة ملزمة. إذن هذه خصائص القاعدة القانونية. صحيح، ما هي مصادر القاعدة القانونية؟ مصادر القاعدة القانونية هي الوصول يرجع عليها إما التعرف على مدى القاعدة القانونية، أو للوصول إلى الأصل الذي استمدت منه فكرتها، أو لتحديد السبب الذي أوجدها بشكلها ملزم. مصدرين على ما أعتقد، تتنوع مصادرها أكثر من مصدرين، تتنوع على 1، 2، 3، 4 مصادر. المصدر الأول هو مصدر الموضوع، هي الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية في مجتمع معين التي تدفع المشرع لتبني حكم قاعدة قانونية معينة. المصدر التاريخي هي الشرائع السابقة التي يكون المشرع قد أخذ منها أو أخذ عنها حكم القاعدة القانونية وتأثر بها حال وضع القانون ما، مثل أحكام الفقه الإسلامي بالنسبة للعديد من القوانين المدنية العربية. المصدر التفسيري وهو الجهة التي صح الرجوع إليها لاستجلاء غموض نص قانوني مثل الفقه والقضاء. المصدر الرسمي هو السبب المنشئ للقانون في شكل ملزم مثل التشريع وأحكام الشريعة الإسلامية والعرف. والمصدر الرسمي للقانون هو الجهة التي تسبب ابتداء في وجود القاعدة القانونية بشكلها الملزم، وهي الدولة أو السلطة التشريعية فيها. صحيح، ما هي تقسيم مصادر القاعدة القانونية؟ تنقسم إلى قسمين طبعا. قسم مصادر القاعدة القانونية قسمين، هما المصادر المادية أو الموضوعية والمصادر الرسمية أو الشكلية. المصادر المادية أو الموضوعية المصادر التي يستمد منها مضمون القاعدة القانونية، أو بمعنى آخر هي العوامل التي أسهمت في تكوين مضمون القاعدة كالعوامل الاجتماعية أو الاقتصادية أو تقسيمات. ايضا المصادر النوع الثاني، المصدر الثاني، تقسيم المصادر، مصادر رسميه وشكليه، وهي الوسائل التي تخرج بها القاعده الى حيز النفاذ لتخاطب الناس باحكامها على نحو ملزم. تسمى رسميه لكونها الطرق المعتمده التي تجعل من القاعده ملزمه، وهي مصادر شكليه في كونها الشكل الذي تظهر به القاعده ملزمه للجماعه. إذن أنواع المصادر الرسمية أو الشكلية طبعا كثيرة، تبدأ بثلاثة أنواع تقريبا: العرف والدين والتشريع. العرف واللي هو الفقه والقضاء ومبادئ العدالة الطبيعية، أيضا الدين القواعد والأحكام التي أنزل الله سبحانه وتعالى، التشريع والتشريع العادي أو القانون القانونية وتقسيم
صادر الشكلية. طيب نشوف خلايا القاعدة القانونية. تكون إذا القاعدة القانونية من عنصرين، هما العنصر الفرد وهو مصدره الواقع المادي، وعنصر الحكم مصدره إرادة المشرع. بمعنى إنه هناك عنصرين يتكاملان لتكوين القاعدة القانونية، عنصر الفرد وعنصر الحكم. أنواع القواعد القانونية. طبعا القواعد القانونية تنقسم لثلاثة أنواع. النوع الأول هي القواعد القانونية المكتوبة وغير المكتوبة، ده النوعين، هو واحد مكتوبة وغير مكتوبة. النوع الثاني هي القواعد القانونية الموضوعية والشكلية، والنوع الثالث القواعد القانونية الآمرة أو المكملة، والنوع الرابع والأخير قواعد التكليف وقواعد الوضع. قواعد التكليف وقواعد الوضع الأولى اللي هي قواعد المكتوبة غير المكتوبة. القواعد المكتوبة، القواعد القانونية المكتوبة هي الأحكام التشريعية التي تصادر عليها سلطة مختصة وتصدر بشكل مكتوب وملزم تعبر عن إرادة الدولة. أما القواعد القانونية غير المكتوبة هي قواعد العرف. مقارنة بين القواعد القانونية المكتوبة وغير المكتوبة، القواعد المكتوبة واضحة المعنى ولا تكلف القارئ جهدا كبيرا في تطبيقها، بعكس القواعد القانونية غير المكتوبة تفتقد المادة المكتوبة. بالنسبة للنوع الثاني من القواعد القانونية الموضوعية والشكلية، القواعد القانونية الموضوعية هي القواعد القانونية التي تتضمن بيان الحقوق التي يتمتع بها الأفراد والواجبات المفروضة عليهم، مثل قواعد القانون المدني وقواعد قانون العقوبات، وهي تشتمل على نوعين من الأحكام: الأحكام التي تترتب على التصرفات الإرادية للشخص كالعقد والهبة والوصية، أو الأحكام التي قررها المشرع ابتداء دون الرجوع لإرادة الشخص وتنحصر في الجزاءات التي يتضمنها القانون. أما القواعد القانونية الشكلية فهي القواعد التي تحدد الأشكال والضوابط التي يجب مراعاتها عند تضاع حق أو أداء التزام، فهي قواعد إجرائية لا تقرر حق ولا تفرض جزاء، مثل قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية. الأمر والقواعد المكملة. قواعد الأمر هي القواعد التي لا يجوز للأفراد مخالفتها أو الاتفاق على استبعاد حكمها، مثال ذلك القواعد التي تحرم القتل والسرقة، والقواعد التي تبين المحرمات من النساء، وذلك التي تفرض الخدمة العسكرية الإجبارية يسموها قواعد الأمر. لا يجوز للأفراد مخالفتها أو الاتفاق على استبعاد حكمها. أما القواعد المكملة فهي القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها باستبعاد حكمها، ثم المكملة أن تطبيقها يعود استكمالا لإرادة الأفراد، وهي قواعد ملزمة بشأنها عشان القواعد الآمرة. أما مزاد انفساح المجال أمام الأفراد للاتفاق على مخالفتها، فالمقصود به أنه يتاح للأفراد فرصة أكبر للمرونة للتعامل ما دام ذلك يحقق مصلحتهم. وهكذا يعتبر عدم اتفاق الأفراد على مخالفة القاعدة المكملة قرينة قانونية على أن إرادتهم انصرفت إلى اختيار حكمها، فتكون ملزمة لهم عندئذ تماما كالقاعدة الآن. رابعا قواعد التكليف وقواعد الوضع. قواعد التكليف هو مدى تعلق القواعد القانونية بالتصرفات الإرادية، فتصنف القاعدة القانونية بأنها من قواعد التكليف طالما أنها تنظم تصرف الإرادية، وتصنف بأنها من قواعد الوضع كل ما كانت غير متصلة بذلك. قواعد التكليف هي الأمر الذي ضمنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال الإنسان بذاتها والحكم عليها ببيان ما فيها من شر أو خير. ومضمون قواعد التكليف إما طلب فعل شيء، إما طلب ترك شيء، إما التخيير بين طلب الفعل وتركه. أما قواعد الوضع فهي قواعد التي تربط بين أمرين مما لا يتعلق بأفعال الأشخاص، بحيث يكون أحدهما سبب الآخر أو شرطا له أو مانعا منه، ويتوقف على علاقة السببية أو الشرطية أو المانعية، كون الفعل صحيحا لتترتب عليه آثاره أو غير صحيح لتترتب عليه الآثار. نستمع إلى هذا الفيديو بسيط ثم نواصل حديث. هجم كلب شرس طفلا في حديقة في مدينة نيويورك. رأى أحد المارة ما حدث فهرع إلى المساعدة وانقض على الكلب الشرس وقتله. صحفي في إحدى الصحف المحلية في مدينة نيويورك شاهد ما حصل، أخذ بعض الصور للحادثة ليضعها في الصفحة الأولى من الصحيفة التي يعمل فيها. اقترب الصحفي من الرجل وقال له: شجاعتك البطولية سوف تنشر غدا في عدد خاص تحت عنوان شجاع من نيويورك ينقذ ولدا. أجابه الرجل: أنا لست من نيويورك. فقال له الصحفي: في هذه الحالة سوف نضع العنوان شجاع أمريكي أنقذ ولدا. أجاب الرجل: أنا لست أمريكيا، أنا مسلم من باكستان. في اليوم التالي صدرت الصحيفة وكان الخبر في الصفحة الأولى: مسلم متطرف ينقض على كلب في حديقة في نيويورك ويودي بحياته. الـFBI تبدأ تحقيقا في إمكانية وجود علاقة بين الرجل وتنظيم القاعدة.
لم تكن هذه القصة غريبة على الإعلام الأمريكي في نظرته للمسلمين على الأقل في مراحل مختلفة، لكن العجب أن هذه الرؤيا أصبحت عادية في بعض الإعلام العربي الذي بدأ بعض الماجورين فيه بقلب الحقائق ومحاربة الفضيلة والتصدي للإسلام. فلما ظهرت هذه الأخلاقيات في الإعلام العربي؟ وهل هي بأجرة أو ببيع ضمير أو بفقدان الأخلاق؟ وما السبب يا ترى؟ هجم كلب شرس طفلا في حديقة في مدينة نيويورك. رأى أحد المارة ما حدث فهرع إلى المساعدة وانقض على الكلب الشرس وقتله. صحفي في إحدى الصحف المحلية في مدينة نيويورك شاهد ما حصل، أخذ بعض الصور للحادثة ليضعها في الصفحة الأولى من الصحيفة التي يعمل فيها. اقترب الصحفي من الرجل وقال له: شجاعتك البطولية سوف تنشر غدا في عدد خاص تحت عنوان شجاع من نيويورك ينقذ ولدا. أجابه الرجل: أنا لست من نيويورك. فقال له الصحفي: في هذه الحالة سوف نضع العنوان شجاع أمريكي أنقذ ولدا. أجاب الرجل: أنا لست أمريكيا، أنا مسلم من باكستان. في اليوم التالي صدرت الصحيفة وكان الخبر في الصفحة الأولى: مسلم متطرف ينقض على كلب في حديقة في نيويورك ويودي بحياته. FBI تبدأ تحقيقا في إمكانية وجود علاقة بين الرجل وتنظيم القاعدة. لم تكن هذه القصة غريبة على الإعلام الأمريكي في نظرته للمسلمين على الأقل في مراحل مختلفة، لكن العجب أن هذه الرؤيا أصبحت عادية في بعض الإعلام العربي الذي بدأ بعض المأجورين فيه بقلب الحقائق ومحاربة الفضيلة والتصدي للإسلام. فلما ظهرت هذه الأخلاقيات في الإعلام العربي؟ وهل هي بأجرة أو ببيع ضمير أو بفقدان الأخلاق؟ وما السبب يا ترى؟ هناك طبعا كما عودنا أسئلة التعلم الذاتي، أريد الإجابة على هذه الأسئلة والاحتفاظ بها. عرف القانون لغة مصطلحا ثم وضح لماذا يجب أن يكون هناك قانون. كل تشريع قانون وليس كل قانون تشريع. ماذا تعني لك هذه العبارة؟ ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين التشريع والقانون؟ ما هي التشريعات الإعلامية وما هي أنواعها؟ القاعدة القانونية هي الوحدة أو الخلية التي تكون منها القانون، فما هي خصائصها وما هي أنواعها؟ تنوع مصادر القاعدة القانونية، أذكر مصادر القاعدة القانونية ثم أذكر أنواع هذه المصادر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوف الختام مقترحات ختامية أو إضافية. طبعا كان قبل كده أعطينا assignment عن الفرق بين الحق في الإعلام والحق في الاتصال، فهنا وضحنا تقريبا ماذا يقصد بالحق في الإعلام وماذا يقصد في الحق في الاتصال وما هي مقومات الحق في الإعلام وما هي مقومات الحق في الاتصال. حتى إذا اللقاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.